بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة السادسة ابتدائي، عندنا الصفحة رقم 87. إذن في أول الصفحة كما نرى عندنا حساب ذهني، حساب ذهني سريع. ألاحظ بأن 45.231 مضروبة في 1000 تساوي 45.231. إذن كما تلاحظوا بأن عندنا هنا عدد عشري 45.231، يعني عنده ثلاثة الأرقام من بعد الفاصلة مضروب في 1000، إذن تساوي 45.231. إذن كما تلاحظوا بأن بمجرد أننا ضربنا هذا العدد في 1000، يعني أن الفاصلة تزاحت ثلاثة الأرقام إلى اليمين. إذن فلو أننا ضربنا هذا العدد في 100، طبعاً الحال الفاصلة ستزاح فقط برقمين، طبعاً الحال غتولي عندنا شحال؟ غتولي عندنا 4523.1 أو فاصلة 10. إذن هذه في حالة إلا ضربنا هذا الرقم في 100. في حالة إلا ضربنا هذا الرقم طبعاً الحال في 10، طبعاً الحال هذه الفاصلة ستزاح فقط برقم واحد، غتولي عندنا 452.31. إحنا ما ضربناش في 10 أو في 100، بل ضربنا في 1000، يعني أن الفاصلة ستزاح بثلاثة أرقام. إذن في حالة إلا ضربنا مثلا في 10000، أكيد أن الفاصلة ستزاح بأربعة أرقام. إحنا عندنا غير ثلاثة الأرقام، إذن طبعا في هذه الحالة باش نكملوا الأرقام تنزيدوا صفر. إذن في حالة إلا ضربنا 45.231 في 10000، إذن طبعا في 10000 فيها أربعة الأصفار، إذن سنزيح حد الفاصلة بأربعة أرقام. هنا بطبيعة الحال عندنا من بعد الفاصلة فقط ثلاثة أرقام، إذن سنكمل بالصفر. وكذلك إذا ضربنا مثلا في 100000، في 100000 بطبيعة الحال سنزيح الفاصلة بخمسة أرقام، هنا عندنا فقط ثلاثة أرقام، إذن سنكمل بصفرين. إذن في حالة اللي زدنا صفر شنو غيولي عندنا؟ غتولي بطبيعة الحال عندنا 452.310. إلا ضربنا في 100000، إذن سنزيح الفاصلة بخمسة أرقام، غتولي عندنا 4,523,100. طبعا الحالة دي ملاحظة، ملي تنضربو عدد عشري مثلا في 10، في 100، في 1000، في 10000، في 100000، إلى آخره، المهم تيكون عندنا واحد هنا ثم مجموعة أصفار هنا. إذن تنعدو دوك الأصفار وتنزيحو ديك الفاصلة بعدد الأصفار. إذن احسب ذهنيا عندنا هنا شنو؟ 132.541، فاش ضربناها باش عطاتنا 132,541. إذن بطبيعة الحال غنضربوها في 1000، باش نزيحو الفاصلة بثلاث الأرقام خاصنا عدد مكون من واحد وثلاثة الأصفار، إذن اللي هو 1000. عندنا هنا عدد ضربناه في 1000 أعطانا 287,000، أعطانا 287,037. إذن طبعا الحال العدد شناهو؟ ما دام أننا ضربنا في 1000، إذن العدد شناهو؟ إذن هو 287.037، هذا هو الرقم اللي غيكون هنا. إذن هذا هو العدد اللي غيكون عندنا هنا. عندنا 10.435 مضروبة في 1000، إذن طبعا الحال بنفس الطريقة سنزيح الفاصلة بثلاثة أرقام ما دام أن العدد العشوري مضروب في 1000، ما دام أن العدد العشوري عنده ثلاثة أرقام من بعد الفاصلة ومضروب في 1000، إذن سنزيح حد الفاصلة بثلاثة أرقام، وبالتالي غنحصلوا على 10435. إذن أنشطة التقويم وتنميم إنشاء كل شكل ليصبح تمثيلا لمكعب. إذن طبعا الحال باش يكون عندنا مكعب خاص الأحرف كلها تكون متقادة. إذن كما تنشوف هنا هذا الشكل ديال المكعب، فقط خاصنا نكمل الأضلاع الباقية. إذن طبعا الحال عموما الأضلاع تتكون متوازية متنا متنا. إذن طبعا الحال غنشوفوا هاد الضلع هذا، واش ممكن نديرو ضلع هنا؟ ما يمكنليش نديرو ضلع في هاد الجهة.
إذا طبيعة الحال أكيد طبيعة الحال غنديرو ضلع هنا، ثم غنديرو ضلع هنايا بهذا الشكل المائل. علاش؟ لأنه غيكون متوازي مع هذا، إذا هو غيكون مائل بنفس الدرجة ديال هاد الضلع، ثم غيكون عندنا ضلع هنا تا هو متوازي مع هاد الضلع هذا، متوازي معاه ومتقيس معاه نفس الشكل هنا. وبالتالي ملي غيكون عندنا واحد هنا غيكون عندنا واحد هنا، الضلع غيكون هنا ظاهر. إذا غيولي عندنا هذا متوازي مع هذا متوازي مع هذا، وهذا متوازي مع هذا وهذا متوازي مع هذا. بالنسبة للشكل الثاني نفس الشيء، عندنا هنا ضلع غيكون ضلع موازي له ومتقايس معه هنا، هنا عندنا ضلع بطبيعة الحال غيكون عندنا ضلع متوازي معه ومتقايس معه هنا، عندنا هنا ضلع أكيد غيكون هنا ضلع متوازي معه ومتقايس معه، ونفس الشكل هذا الضلع متوازي مع هذا متوازي مع هذا، هادو غيكونوا ظاهرين الأضلاع هادو. إذا نفس الشكل هنا، إذا بطبيعة الحال غيكون عندنا ضلع هنا متوازي مع هذا، ضلع هنا متوازي مع هذا، ضلع هنا متوازي مع هذا ومتقايس معه، يعني ضمنيا أنه متقايس معه. نفس الشكل هنا، نفس الشكل هنا. احسب المساحة الجانبية والكلية لمكعب انطلاقا من نشره. اذا عندنا هنا مكعب انه منشور، منشور بهذا الشكل تنشوفو هنا، يعني طبيعة الحال هذه تنعرفوا بان المساحة الجانبية تيكون فيها اربعة المساحات، تيكون فيها اربعة الاوجه. طبيعة الحال عندنا هنا وجه، الوجه الثاني، الوجه الثالث، اذا المساحة الجانبية غتكون ممثلة بهاد المربعات اللي عندنا هنا. لكن غيبقى ناقصنا واحد، غيبقى ناقصنا وجه، اين هو هذا الوجه اللي غيكون مكمل لهاد، اللي غيكون مكمل لهاد ثلاثه الاوجه. اذا بطبيعه الحال ملي غنسدوا هاد العلبه شنو هو الوجه اللي غيكمل لنا هاد المساحه؟ اذا كما تنشوفوا الشكل هو على هاد، اذا بهذا الشكل هذا. اذا بطبيعه الحال عندنا هنا ثلاثه الاوجه، اذا اشنو هو الوجه الثالث اللي غيكمل لنا هاد الاوجه هذا؟ اذا دابا المكعب غنسدوه بهذه الطريقه هذه كما تنشوفوا. اذا الاوجه ثلاثه اللي عندنا كاين واحد جوج ثلاثه، اذا عندنا واحد جوج ثلاثه، واحد اثنان ثلاثه. كما نلاحظ عندما نعيد تشكيل هاد المكعب فإن هذا الوجه سيصعد ليكمل هاد الأوجه الثلاث، لاحظ. إذا المساحة الجانبية غتكون عندنا، غيكون عندنا في هذا الوجه ثم ثلاثة أوجه اللي عندنا هنا. إذا غيكون عندنا هذا الوجه هذا ثم ثلاثة أوجه اللي عندنا هنا. أي نعيد، اللي غيكون منشور طبيعة الحال هذا غيكون بعيد، ولكن الوقيت اللي غنسدو هذا المكعب غندوروه بهذا الشكل، يعني غيكون عندنا غتكون عندنا زاوية قائمة هنا. إذا بطبيعة الحال هذا غادي يصعد باش يسد هذا الجانب الرابع، غيسد هذا الجانب الرابع اللي عندنا هنا.
إذن كما تلاحظوا إذن المساحة الجانبية في هذا ثاني ثالث الرابع. إذن طبعا المساحة الجانبية اللي غتكون عندنا غنستعملوا فيها الوجه هذا، الوجه الثاني، الوجه الثالث، لأن كما قلنا ملي غنسدوا هاد المكعب يعني هذا غيكون مع هذا زاوية قائمة، غيولي هذا مع هذا أو زاوية قائمة، وبالتالي هذا غيكون توازي مع هذا. إذن طبعا الحال عندنا هنا كل مربع اللي تنشوفو هنا فيه ربعة من هاد الصغار، كل مربع كل وجه فيه ربعة من هاد المربعات الصغيرة. هنا بطبيعة الحال عندنا المربع الصغير هو واحد ديسيمتر مربع، وبالتالي كل وجه غيكون فيه 4 ديسيمتر مربع. إذن غتكون عندنا 4 4 4 4، هادو اللي غيكونوا لنا المساحة الجانبية. كيفاش غنعملوها؟ غنديرو تمرين 2، المساحة الجانبية، المساحة الجانبية ب ديسيمتر مربع. إذا طبعا الحال غنديرو 4 مضروبة في 4 كتساوي 16 ديسيمتر مربع. بالنسبة للمساحة الكلية، المساحة الكلية بطبيعة الحال غنزيدو عليها جوج الأوجه مادام أنه عندنا هنا مكعب. إذن المساحة الكلية بالديسيمتر مربع، إذن غتولي عندنا 4 مضروبة في 6 تساوي 24 ديسيمتر مربع. فيما يخص السؤال الثالث، كما تلاحظوا عندنا قطعة معدنية على شكل مكعب قطع منها جزء على شكل متوازي المستطيلات، احسب المساحة الجانبية للقطعة. المساحة الجانبية تعتمد على الوضعية ديال الشكل، فلو أن هذا الشكل هذا مقلوب للجهة الأخرى، مثلا أنه محطوط على هذه الجهة هذه، غتولي عندنا هذه هي المساحة الجانبية. طبعا الحال الشكل هو الآن موضوع على هذه القاعدة اللي تنشوفوا. إذن المساحة الجانبية غتكون عندنا هي هذه. طبعا الحال هنا عندنا قطعة معدنية على شكل مكعب، كما تلاحظوا أن الأضلاع كلها متساوية، قطع منها جزء على شكل متوازي المستطيلات، إذن تقطع منها واحد الجزء على شكل متوازي المستطيلات. طبعا الحال الأبعاد هي اللي عندنا هنا، إذن أحسب المساحة الجانبية للقطعة. إذن كما تلاحظوا بأن قبل ما يتقطع من هاد المكعب هاد متوازي المستطيلات، خاصنا نشوفوا أشنو اللي تزاد وأشنو اللي ينقص من قبل ومن بعد قطعنا منها هاد متوازي المستطيلات. إذن كما تلاحظوا بأن قبل ما يكون عندنا، قبل ما يتقطع هذا الشكل هذا ومن بعد منه، طبعا الحال تلاحظوا بأن هاد المساحة اللي هنا راه تتساوي المساحة اللي كانت عندنا هنا على برا، يعني المساحة اللي عندنا هنا راه تتساوي المساحة اللي كانت عندنا على برا قبل ما يتقطع هاد متوازي المستطيلات. ملي حيدنا هاد متوازي المستطيلات شنو اللي ينقص أو شنو اللي زاد؟ بالنسبة لهاد المساحة اللي كانت عندنا الفوق، اللي كانت تحسب لها هاد القاعدة اللي الفوق، ولات عندنا هنا، يعني هادي تزادت عندنا هنا بمعنى آخر، يعني هاد المساحة اللي كاينة هنا، هاد المستطيل اللي عندنا الفوق اللي منو هاد قاش سي، هاد المستطيل اللي عندنا هنا في الحقيقة بحال نزل عندنا هنا، إذن تا هو ولا في العوض اللي غيكون محسوب على هاد القاعدة الفوقانية، ولا محسوب على المساحة الجانبية، حيث ولا يوقع في الجنب، ولا يوقع في الجانب ديال الشكل. بالنسبة لهاد المستطيل اللي عندنا هنا، في الحقيقة راه نفسه المستطيل اللي كان هنا، بحال بغيت تقول شدينا هاد المستطيل اللي كان عندنا هنايا، اللي صغيور، كان مكمل هاد الواجهة،
بحال شدينا ودفعناه لداخل، نفس الشكل هنا هاد المستطيل اللي عندنا بحال شدينا ودفعناه لتحت. إذا شنو اللي تزاد؟ هاد الجهة الفوقانية هي اللي تزادت، ولات عندنا ولات محسوبة على المساحة الجانبية. بالنسبة لهذا حتى ولو أننا ما قطعناش هاد متوازي المستطيلات، هاد المستطيل كان ممكن يتحسب هنا. إذا بطبيعة الحال هذا مش شكل حتى شي تغيير، اللي غيشكل تغيير هو هذا اللي غيضاف. غنحسب المساحة الجانبية عادية كأن هاد متوازي المستطيلات لم ينزع، ثم نضيف هاد المستطيل الصغير، يعني هاد المساحة الداخلة اللي هنا راه كانت غتكون عندنا هنا بحال شدينا ودخلناها، يعني هي نفس المساحة اللي على برا شدينا ودخلناها حتى هي. هذا هو الفرق اللي غيكون عندنا. إذا شنو غنعملو؟ أولا عندنا بي سي تتساوي 1 سنتيمتر، بي سي هادي 1 سنتيمتر، ثم عندنا أبي تتساوي 5 سنتيمتر، أبي 5 سنتيمتر. ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن هذه 5 سنتيمتر، هاد الضلع تاهو 5 سنتيمتر، هاد الضلع 5 سنتيمتر، هاد الضلع 5 سنتيمتر، هاد الضلع ملي كان كامل حتى هو 5 سنتيمتر، هذا 5 سنتيمتر. هذا هو المعنى ديال أبي تتساوي 5 سنتيمتر. لماذا؟ لأنه عندنا مكعب. إذن بي سي تتساوي 1 سنتيمتر، بي سي تتساوي 1 سنتيمتر، المقصود بأن هاد الضلع أو هاد الضلع تساوي 4 سنتيمتر، أجي تتساوي 5 سنتيمتر، هنا عندنا بي سي تتساوي 1 سنتيمتر، إذن الباقية هي 4 سنتيمتر. ثم عندنا أو إف تتساوي 1.5 سنتيمتر، أو إف تتساوي 1.5 سنتيمتر. ما معنى هذا؟ يعني أن الباقية، يعني أن الباقي ديال الضلع اللي كان قبل ما يتعيد، يعني شحال؟ هو 3.5 سنتيمتر، 3.5 سنتيمتر. إذا عندنا هنا 3.5 ديال السنتيمترات. ثم عندنا جي اش تساوي 3 سنتيمترات، جي اش 3 سنتيمترات، هذا تيعني بأن الباقية اللي عندنا هنا هاد الشوية قبل ما يتعيد اللي كان تيكمل هاد الضلع هذا في المكعب قبل ما يتعيد هاد متوازي المستطيلات، إذا شحال؟ هو جوج، هو 2 سنتيمتر. وبالتالي اللي تهمنا في هاد الشي كله هو نحسبو هاد المساحة اللي عندنا هنا، هاد المساحة اللي عندنا هنا هي اللي ضافت في الحقيقة. عندنا جي اش 3 سنتيمترات، إذا عندنا هنا 2 سنتيمتر، إذا هنا عندنا 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر هنا، نفس الشيء هنا 2، وهنا أيضا 2 سنتيمتر. ثم عندنا بي سي تتساوي 1 سنتيمتر، وبالتالي الباقية هي 4 سنتيمترات، وبالتالي هو نفس الطول ديال هاد المستطيل الصغير اللي عندنا هنا، اللي هو غيولي عندنا حتى هو 4 سنتيمترات. عندنا 2 سنتيمتر، ثم عندنا 4 سنتيمتر اللي عندنا هنا، ثم عندنا 4 سنتيمتر. إذن 2 × 4 هي 8، إذن المساحة ديال المستطيل هي 8 سنتيمترات. إذن شنو غنعملو حنا دابا؟ غنحسبو المساحة الجانبية ديال المكعب بشكل عادي، غنحسبو المساحة الجانبية ديال المكعب بشكل عادي، ثم نضيف لها هاد المساحة. ثالثا نحسب المساحة الجانبية للمكعب قبل الاقتطاع إن صح التعبير. إذن قبل الاقتطاع، إذن بالسنتيمتر مربع، إذا المساحة ديال الوجه واحد هي 5×5، إذا عندنا 5 × 5 تساوي 25 سنتيمتر مربع. مساحة وجه واحد لمكعب، ثم المساحة الجانبية، إذا غتولي عندنا 25 × 4 تتساوي شحال؟ تتساوي 100 سنتيمتر مربع. أو نديرو المساحة الجانبية ككل،
يعني غنديرو 5 في 5 في 4 هو تعطينا 100، نكتبو 100 ديريكت بلا ما نزيدو هاد الجزئيه. اذا هي 100 سنتيمتر. اذا هاد 100 سنتيمتر غنضيفو له داك المستطيل الصغير، اذا نعطيه اسم مثلا. اذا كما قلنا عندنا 2 مضروبه في 2 مضروبه في 4 تساوي 8. اذا المساحه الجانبيه للمكعب بعد اقتطاع سنتيمتر مربع 100 سنتيمتر مربع زائد 8 سنتيمتر مربع تساوي 108 سنتيمتر مربع. اذا هذه المساحه الجانبيه ديال هذا الشكل هذا.